أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والعالمية، والبداية من أهم العناوين. من موقع الهيئة نت: في إطار الفساد المستشري، الكشف عن 203 مشاريع متلكئة بقيمة تريليوني دينار في واسط. من صحيفة المدى: العراق يكمل مهلة 45 يوماً من دون موقف واضح من العقوبة الأمريكية. ومن موقع كتابات: مسجدي يتفاخر باعتماد العراق على بلاده، ومحافظ البصرة يطالب بفتح الحدود مع إيران. من موقع الجزيرة نت: في أول زيارة لزعيم عربي منذ 2011، البشير يلتقي بشار بدمشق. ومن العربي الجديد: ماي تحذر نوابها من تصويت ثان على بريكزيت، ضرر لا يمكن إصلاحه. من صحيفة القدس العربي: تصاعد حدة القتال في الحديدة قبل يوم من سريان وقف إطلاق النار. وأخيرا من صحيفة الحياة: الحوثي يخرق وقف إطلاق النار في الحديدة، وجريفيث يطالب باحترام الاتفاق. أهلا بكم. مع أن انتهينا من الكذبة التي صورت رئيس الحكومة العراقية المكلف عادل عبد المهدي بالرجل القوي والشجاع الذي يرفض الطائفية والحزبية ويصر على تشكيل حكومته من المستقلين ذوي الخبرة والكفاءة وبعيدة عن الإملاءات الخارجية، حتى وجدنا أنفسنا أمام كذبة أخرى تحدثت عن اللجنة التي أو الجنة التي سيجعلها عبد المهدي تحت أقدام العراقيين وصولا إلى أم الأكاذيب، وهي الانتقال بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة في العالم، ناهيك عن كذبة الترشيح الإلكتروني لشغل المناصب الوزارية، والقائمة بهذه الأكاذيب طويلة جدا. لكن الرجل نسي على ما يبدو مقولة حبل الكذب قصير. فأمام قوة الميليشيات المسلحة وسطوتها ظهرت شخصية عبد المهدي على حقيقتها وتبخرت وعوده الوردية. هذا ما جاء في مقال للكاتب عون القلمشي في صحيفة العربي الجديد. إنه يعني أن العملية السياسية كذبة كبرى، فهي قائمة على المحاصصة الطائفية والميليشيات المسلحة، وليس كما يسمونها شراكة وطنية، والانتخابات ليست سوى عملية تزوير ومدخل للفاسدين، وليست طريقاً لبناء نظام ديمقراطي في العراق، والبرلمان وسيلة لشرعنة الفساد والفاسدين، وليس لتشريع القوانين التي تخدم البلاد والعباد، والقضاء أداة لمنح البراءة للقتلة والمجرمين، وليس لمحاسبتهم وإنزال العقوبة بحقهم، وأن الدستور وضع من أجل حماية السلطات الحاكمة وليس من أجل تنظيم عمل الدولة ومؤسساتها بما يخدم مصلحة العراق وشعبه، وأن المرجعيات الدينية أداة لمباركة كل هذا الخراب والتدمير وليست أداة لإصلاح المجتمع وتشجيعه على التمسك بالقيم والأخلاق ونبذ الرذيلة، وذلك كله قد جرى تنظيمه تمهيداً لليوم الموعود الذي اقترب فعلاً، وهو تسليم العراق ليد الميليشيات والعصابات الإجرامية. يعني في المقابل أن المعارضة داخل البرلمان سواء كانت ممثلة بمقتدى الصدر وتياره أو تحالف سائرون أو غيرهم من القادمين الجدد، خديعة وضيعة ونصب واحتيال. يكمل الكاتب بالقول: إن المصيبة ما يجري ليس كما يتخيل بعضهم، بعيدا عن عيون الأمريكان وأنه انتصار الملال على حسابهم، وإنما العكس صحيح تماما، فما يحدث يمثل بالنسبة لأمريكا وملال طهران كما يقول العراقيون عز الطلب، كونه ينسجم مع نظرية الفوضى الخلاقة التي تصب في خدمة مخطط تدمير العراق دولة ومجتمعا. ولا يتغير من هذه الحقيقة وجود خلافات بين البلدين، فهذه لا وجود لها داخل العراق بمعنى آخر. إذا اختلفت أمريكا وإيران على كل شيء في العالم فإنهما تتفقان بالكامل على تدمير العراق، فتحقيق هذا الهدف الغادر ضد العراق وشعبه مطلب إيراني أمريكي صهيوني.
واحدة من أتعس ما أفرزته آلية التداول السلمي للحكم في العراق أن الأحزاب الدينية التي تحتكر السلطة منذ عام 2003 وحتى هذا اليوم تأتي بالنكرات وأشباه الرجال إلى دوائر القرار في بغداد والمحافظات وتعمل على تربيتهم وتسمينهم ومن ثم تمكينهم، ولما يكونوا شيئا من قبل لكن القليل منهم هو الذي يبقى طيعا خادما لها، إذ أنه سيغادرها ما أن يشعر أن الحزب قد ضعفت قبضته أو انتهت صلاحيته في الشارع. ومن يتفحص سير بعض أعضاء المسؤولين في البصرة سيجد التقلبات والقفزات القردية والخفاشية أيضا في أجل أو أجلى صورها بحسب الكاتب طالب عبد العزيز في صحيفة المدى. لم يجف بعد دم شهداء التظاهرات التي اندلعت في تموز الماضي، وما زال الدخان الأسود يتصاعد من المبنى الحكومي الذي احترق بالكامل، وما زالت المدينة تعاني من جملة مشاكل لا أول لها ولا أخير، لكن مجلسها يصر وبكل صفاقة على أنه ما زال الوحيد القادر على الإدارة، وهو يعلم والبصرة بملايينها الثلاثة يعلمون وبغداد والنجف وكربلاء كلهم يعلمون بأن الخلافات المزمنة بين أعضاء المجلس لن تحل، وإن إصرار نائب رئيس المجلس الحالي على البقاء في منصبه واحد من أعقد العقد، وأن المجلس بيمينه وشماله لم ولن يتفق يوما واحدا على العمل من أجل إنقاذ المدينة، وأن مصالح الكتل وممثليها هي مشروعهم الأهم والأول، ولتذهب البصرة ومن فيها إلى الجحيم. وإلا ماذا يعني الاتفاق الأخير الذي تم بين تيار الحكمة وسائرون على تقاسم منصبي المحافظ ورئيس المجلس؟ بعد سجن رئيس المجلس السابق صباح البزوني الدعوة بتعاطي الرشا، وبعد هروب ماجد النصراوي تيار الحكمة المحافظ السابق إثر فضيحة الاختلاس ذائعة الصيت مع اللبناني حسن فران وممثل الحكيم في البصرة قصي محبوبة. يكمل الكاتب بالقول: أمس أبطل الشباب البصري اجتماع التقاسم المناصب الذي انعقد داخل مجلس المحافظة والذي تخلف عن الحضور فيه عدد آخر. بدأ أنهم خارج أطراف الصراع وهم يعلمون علم اليقين أن أحداث تموز 2018 قلبت المعادلة، وأن جمهور البصرة الذين خرجوا للتظاهر أو الذين لم يخرجوا لن يقبلوا بالعودة إلى ما قبل الأحداث تلك. هناك زمن جديد ووعي جديد وعراق جديد يتطلع العراقيون فيه لما يحدث في البصرة بعين باتت تبصر أبعد ما تخطط وتتصارع من أجله كتل الخراب. تعمل إيران على تضخيم أهمية التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع العراق وإغداق الوعود بتنميته. وقال السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي إن بلاده تطمح إلى رفع مستوى التبادل التجاري مع العراق من 10 مليارات إلى 20 مليار دولار سنويا. الارتهان العراقي للغاز الإيراني في توليد الطاقة الكهربائية يمنع بغداد من الالتزام بالعقوبات الأمريكية بحسب تقرير لصحيفة العرب اللندنية. يخشى عراقيون من أن بلدهم بصدد التورط في مواجهة غير متكافئة مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات التي تفرضها إدارة الرئيس دونالد ترامب على إيران، وتطالب الدول بالالتزام بتطبيقها، ولا تعلن بغداد إلى حد الآن استعداداً لتطبيق تلك العقوبات، وتحاول الحصول على استثناء أمريكي منها بفعل الحاجة إلى إيران، وخصوصاً فيما يتعلق باستيراد الغاز الطبيعي المستخدم في توليد ما يقارب نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في العراق. ويعترف الجميع بوجود إشكالات حقيقية في قطع المعاملات التجارية والعمليات المالية بين العراق وإيران بشكل مفاجئ أو تخفيضها بشكل حاد، لكن البعض يحذر في الوقت ذاته من أن طهران تستغل تلك الحاجة لتجعل من الساحة العراقية بوابة لخرق العقوبات الأمريكية ضدها، وهو ما لن تسمح به إدارة ترامب الحادة في مواقفها وتعاملها حتى مع حلفاء أكبر وشركاء أهم لدى واشنطن من العراق. ويقول سياسيون وقادة رأي عراقيون إن رفض الالتزام بالعقوبات على إيران ليس دائماً بدوافع مصلحية وموضوعية، لكن توجد وراءه أيضاً دوافع سياسية وعلاقات ولاء بين عدد من كبار قادة الأحزاب والكتل العراقية وطهران. وتضيف الصحيفة:
كثيرا ما نظر العراقيون إلى الحدود الطويلة بين بلدهم وإيران باعتبارها مدخلا لمضار كثيرة للبلد بدل أن تكون مصدرا للمنافع، فعبر تلك الحدود تمر كميات هائلة من سلع رخيصة الثمن ومقلدة وغير مستجيبة لأي من المواصفات والمقاييس الصحية وغيرها، ولا تكاد الدولة العراقية تجني شيئا من تلك السلع التي تمر تهريبا دون استخلاص أي ضرائب ومعالم جمركية عليها، وعبر الحدود ذاتها تمر كميات كبيرة أيضا من المخدرات بمختلف أنواعها بما في ذلك الحبوب المخدرة التي تنتج على نطاق واسع داخل الأراضي الإيرانية، وهو ما يفسر الغرق المتزايد للساحة العراقية بالمواد المخدرة. في الاتجاه العكسي يتم تهريب النفط والكثير من السلع وقطع الغيار والمعدات رغم أنها مستوردة بأموال الدولة العراقية وموجهة نحو الاستخدام محليا. كانت القوى الشريرة لها بالمرصاد للربيع العربي، هذه المرة قرر تحالف قوى الثورة المضادة بتخطيط إسرائيلي التصدي لمشروع التغيير العربي، وسرعان ما اجتمع المال النفطي والخبرات الأمنية الإسرائيلية والدعم السياسي الأنجلو أمريكي للانقضاض على الثورات وتمزيقها إربا إربا. لقد كانت حربا شعواء شرسة لم تراعي مبدأ أو قيما أخلاقية أو مصلحة عامة، بل استخدمت أساليب شتى لضرب تلك الثورات الطائفية، التطرف، الإرهاب، بالإضافة للقمع المفرط والقتل الجماعي، وسرعان ما تم احتواء زخم الثورات بحسب الكاتب سعيد الشهابي في صحيفة القدس العربي. 8 أعوام عجاف تصرمت منذ أن اشتعلت النيران في جسد الشاب التونسي محمد بوعزيزي بمدينته المتواضعة سيدي بوزيد. عجباً كيف يدفع اليأس شاباً في مقتبل العمر لحرق نفسه على مفترق الطرق؟ ولماذا يصبح الموت والحياة متساويين أمام إنسان خلقه الله ليستمتع بالحياة ويعمر الأرض ويقيم العدل؟ اليأس حول ذلك الجسد إلى شعلة أنارت العديد من الشعوب العربية طريقاً أثبتت التطورات اللاحقة أنه كان يسير نحو المجهول. لم يكن هدف تلك الحركات المتواصلة غامضاً أو مجهولاً، بل كان الجميع يعتقد أن من الضرورة بمكان استعادة الموقع الذي يفترض أن تتموضع الشعوب فيه وليس حكام الجور والاستبداد. كانت يقظة عارمة اختلف الفرقاء لاحقاً على تقييمها، وهل إنها كانت انتفاضات وثورات عفوية بدافع إصلاح أوضاع أمة تخلفت عن شعوب العالم في مجال الحريات والأنظمة الدستورية وحكم القانون، أم كانت بدفع خارجي؟ برغم ما قيل فالحقيقة إنها كانت ثورات صادقة وهادفة لتحقيق إصلاح سياسي حقيقي. بعد مرور 8 أعوام على ثورات الربيع العربي، لا يزال العالم العربي بحاجة لإصلاح سياسي جوهري ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكومين على أسس توافقية مؤطرة بدساتير تعاقدية بين أبناء البلد حكاماً ومحكومين. وما لم يحدث ذلك فسيتواصل التوتر الأمني والسياسي، وستظل المنطقة تغلي على مرجل من نار أنها حالة نفسية متميزة بلغتها الشعوب العربية في الربيع العربي، الأمر الذي أرعب قوى الثورة المضادة خصوصا الكيان الإسرائيلي. أجواء محتقنة لا تبشر بخير في تونس خاصة، وأنها تتزامن مع قرب شهر كانون الثاني يناير الذي يعتبر شهر الاحتجاجات في تونس منذ سنوات طويلة. وفي هذا الشهر ينفذ اتحاد الشغل إضرابا عاما لمدة 2 يوم في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب العمال، كما تتهيأ بشكل موازن حركات مجهولة أطلقت على نفسها أصحاب السترات الحمراء تقليدا لحاملي السترات الصفر في فرنسا، وذلك للاحتجاج السلمي في شوارع تونس. هل تنجح تونس في تجنب الفوضى؟ سؤال يطرحه الكاتب صلاح الدين الجورشي في موقع عربي 21. تعددت الجهات التي طالبت التونسيين بالنزول إلى الشارع للتظاهر ضد السلطة، معتمدة في ذلك على الميزانية التي تقدمت بها الحكومة وحصلت على أغلبية ضعيفة في البرلمان، والتي رأت فيها المعارضة تمييزاً بين المواطنين وانحيازاً للوبيات وأصحاب المصالح الكبرى.
وقد استغلت المعارضة هذا الأمر لترفع من درجات الاحتقان والضغط على الائتلاف الحاكم، واتهمته بالعجز وبيع تونس لمراكز النفوذ المالي في العالم. ولم تقتصر الدعوة إلى الاحتجاج على الجبهة الشعبية ذات التوجه اليساري والقومي، وإنما اتسعت رقعة الغاضبين لتشمل أيضاً حزب نداء تونس الذي كان في الأصل حزباً حاكماً، لكنه انتقل إلى المعارضة منذ أن احتد الخلاف بينه وبين يوسف الشاهد. كما توجه الأمين العام لحركة الشعب ذات الخلفية الناصرية بنداء إلى التونسيين أكد فيه: نحن كمعارضة عجزنا عن الدفاع عنكم، دافعوا عن أنفسكم. من جهة أخرى، لا يزال الشارع النقابي في حالة غليان بسبب استمرار الخلاف مع الحكومة حول العديد من المطالب الاجتماعية وفي مقدمتها زيادة في الأجور. لقد تحرك قطاع التعليم الثانوي والأساسي ونزل بثقله إلى الشارع في مختلف جهات البلاد. يكمل الكاتب بالقول: لقد أصبح المشهد قاتما ومخيفا، إذ كتب الناشط السياسي صحبي بن فرج القريب من رئيس الحكومة تدوينة في غاية من الخطورة، حيث وصف شهر كانون الثاني يناير بشهر الفوضى والتحركات الغامضة، وبناء على مصادر وصفها بالموثوقة أكد أنه تمت البرمجة بحيث تمتد الشرارة إلى المدن الكبرى وتسري إلى الشرائح الاجتماعية الوسطى المتضررة من الوضع الاقتصادي الخانق. كل المعطيات على الأرض تشير إلى قرب التحرك، التسخين الإعلامي، الشحن السياسي وتوالي الأزمات المفتعلة. ترامب يواجه العالم والقضاء، مقال للكاتب جهاد الخازن في صحيفة الحياة. فالرئيس ترامب يستعمل المعلومات الحكومية جزئيا ويغيرها كما يريد. ترامب قال بعد دخوله البيت الأبيض إن إدارته أقامت 4.5 مليون وظيفة جديدة. الحقيقة أن الوظائف الجديدة بلغت 4 ملايين، مع أن ترامب وعد خلال حملة الانتخابات بإيجاد 10 ملايين وظيفة فوراً. هو ورث اقتصاداً مزدهراً بناه أوباما، ولا يزال يدعي أن له الفضل في تحسن الاقتصاد. في غضون ذلك، محاكمة مايكل كوهين وبول مانافورت قد تشمل اتهام دونالد ترامب بعرقلة سير العدالة. المحققون سجلوا لكوهين 4 إيجابيات خلال التحقيق، وهم يعتقدون أن كوهين ومانافورت ورئيس الموظفين المستقيل مايكل فيلين سيكونون شهوداً ضد الرئيس في المحكمة. كوهين دفع مالاً للنساء الاثنتين حتى لا ترفع كل منهما قضية ضد ترامب، إلا أن ما دفع كوهين أعادته إليه حملة ترامب على أنه أتعاب قضائية. احتمال اتهام ترامب قائم وله أسس قانونية واضحة. الرئيس ترامب سحب الولايات المتحدة من اتفاق المناخ الموقع في باريس، ثم قرر أن تخرج الولايات المتحدة من اتفاق الهجرة الذي وقعته في الأمم المتحدة 193 دولة لجعل الانتقال من بلد إلى آخر أكثر إنسانية وتنظيماً. يضيف الكاتب: قرأت تهماً موجهة إلى ترامب أو الفرد رقم 1 في تحقيق مولر، فقد ثبت أن الرئيس خالف القوانين الأمريكية مرة بعد مرة بعلمه عن التواطؤ مع روسيا في انتخاباته الرئاسية أو في دفعه لنساء لا يريد أن يرفعن قضايا ضده في المحاكم. عادة لا يحاكم الرئيس الأمريكي وهو في الحكم، وقد ينجو ترامب، إلا لنا ننتظر نهاية التحقيق لنعرف وضع ترامب فيه. نأتي إلى موضوع في غاية الغرابة. تعاون شركة أمازون للتجارة الإلكترونية مع الشرطة الأمريكية من أجل ضبط اللصوص الذين يسرقون طرود الشركة بعد تركها أمام أبواب المنازل. تواجه العديد من الولايات المتحدة مشكلة لسرقة الطرود من أمام منزل أو المنازل في موسم الأعياد، ولذلك قررت الشرطة في ولاية نيوجيرسي
وضع طرود وهمية مزودة بأنظمة تتبع GPS أمام عدد من المنازل في المدينة مع تثبيت كاميرات على أبوابها. قدمت أمازون بيانات حول مواقع وقعت فيها عمليات السرقة لطرودها، مما ساعد شرطة الولاية على اختيار منازل محددة لهذه المهمة. وقد سرق أحد الطرود بعد 3 دقائق فقط من تركه أمام المنزل. طبعا في العام الماضي أطلقت أمازون خدمة مفتاح أمازون التي مكنت أصحاب المنازل ذات المفاتيح الذكية من السماح لموزع الطرود بفتح أبواب تلك المنازل عبر تطبيق إلكتروني وترك الطرود داخله. والآن إلى الكاريكاتير. في الختام أشكركم شكرا جزيلا مشاهدينا الكرام لطيب المتابعة وإلى اللقاء.